من الجزائر الدولية نشرة مفصلة وتتابعون في عناوينها. 53 شهيدا في 5 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال خلال اليوم 37 بعد 200 من حرب الإبادة في قطاع غزة. 12 شهيدا على الأقل في قصف مناطق متفرقة في رفح، وأربعة آخرون في استهداف منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. الأمم المتحدة تؤكد تراجع المساعدة إلى القطاع بمقدار ثلثين منذ بدء العدوان على رفح. الرئيس الصيني يدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي ويؤكد دعمه لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وبعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا، سلوفينيا تنضم إلى قائمة الدول الأوروبية المعترفة بدولة فلسطين. وزير الخارجية الجزائري يؤكد على ضرورة تصدر القضية الفلسطينية أولويات الشراكة العربية الصينية. يثمن دعم الصين لمبادرات الجزائر بمجلس الأمن الدولي نصرة للفلسطينيين. وفي ختام أشغال الدورة 10 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، إشادة واسعة بدور الجزائر في مجلس الأمن نصرة للقضية الفلسطينية. خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية خنشلة شرق البلاد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يشرف على تدشين مشاريع تنموية حيوية ويعطي إشارة انطلاق إنجاز أخرى، ويؤكد أن الولاية لم تنل قسطها من التنمية في الوقت السابق. وفي النشرة، عملية الفرز في الانتخابات العامة لجنوب أفريقيا تتواصل. حزب المؤتمر الوطني الحاكم يحافظ على تقدمه دون تحقيق الأغلبية بعد فرز 30% من أصوات الناخبين. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، نلقاكم بعد الفاصل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و 357 جريحا خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة وفي بيان لها الخميس كشفت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 36,224 شهيدا وأكثر من 81,700 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. استشهد 12 فلسطينيا على الأقل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح منذ فجر الخميس. وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال شهيد وسط رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح. وخلف قصف الاحتلال المكثف على مناطق مختلفة في رفح خلال الساعات الماضية مجازر راح ضحيتها عديد المدنيين خاصة من الأطفال والنساء. هذا واستشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح في قصف الطيران الحربي الصهيوني منزلا يعود لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 15 فلسطينيا بجروح جراء هذا القصف، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شمال المخيم.
وفي شمال غزة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي تل الهوى غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مكثف، خاصة بشارع 8 ومحيط الكلية الجامعية، بينما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي عددا من المنازل. كما قصفت دبابات الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بمقدار الثلثين منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة رفح جنوب القطاع في 7 مايو الماضي. وأشار المكتب إلى أن كمية الغذاء والمساعدة الأخرى التي تدخل غزة والتي كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة تقلصت بصورة أكبر، لافتا إلى بلوغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة حتى يوم الثلاثاء الماضي 58 شاحنة فقط في اليوم، مقابل متوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات قبل شهر، ما يمثل انخفاضا بواقع 67%. بدأ النازحون الفلسطينيون العودة إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ليقيموا هناك بين جدران بيوتهم المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال منها. ومع عودة أفواج من أهلها النازحين دبت الروح في المدينة المنكوبة. عادوا إلى مسقط رأسهم بخان يونس فوجدوه ركاما. هي مأساة نازحين تشبثوا بأرضهم رغم وحشية الاحتلال. حجم الدمار الهائل جعل التعرف على البيوت شبه مستحيل على النازحين. مش بيت، مغارة للخوف، وحياة بتخوف، حياة أليمة كتير. بقف بتفرج على دور الناس كلهيتها والركام اللي أنا بقول وقتش هذا ترجع تاني فلسطين ولا غزة حتى بلدنا، وقتش هترجع حياتنا كلهيتها دمار بدمار. بعد كل عدوان يشنه الاحتلال على أحياء القطاع يعود الناجون إلى بيوتهم بحثاً عما تبقى منها. منازل بأكملها سويت بالأرض وأضحت ركاماً دفن الاحتلال تحته ذكريات الماضي الجميل. والحارة هي حلت فيها أيام حلوة وسنين حلوة، بس كل ما بطلع بهذا الدمار اللي صار فينا بشعور بالاكتئاب صار يسيطر علينا كلنا، مش علي أنا بس لحالي، على الكل سيطر عليه الاكتئاب والإحباط. ما فيش حاجة بتنفع ترفع كده، تحس حالك إنك كنت بحلم بدك تصحى منه ترجع الدنيا هذه، مش قادرين نرجع ولا إيش. مع ذلك لا تترك الأم الغزاوية لليأس طريقا إلى قلوب أطفالها، متمسكة بالصبر والدعاء. جميعهم صامدون حتى في أقصى لحظات العدوان الصهيوني. انولدت في الحرب ثالث يوم الحرب، ومش عارف في الأيام الجاية ايش بدها تفرجي لها مع الحرب وهيك والمخاوف اللي هي في. والله هم صغار بيخافوا بينقذوا ويعيطوا بصوتوا زي مش عارفين الحياة اللي جاية إن شاء الله يكونوا يضحكوا وينبسطوا. فقدت غزة عشرات الآلاف من أهلها ولم يعد فيها مكان آمن للفارين من جحيم الحرب، ولا مأوى لمن نجا من وحشية الاحتلال إلا فوق الركام. وتعبنا تعبنا ودورنا نهدنا، والحين إذا إحنا قاعدين مش ملاقين إن ميوة إن نقعد في قلبه، ده إحنا غير بنقعد في الشارع، وتبهدلنا وفقدنا نسيبنا توفى. هذا كيف بنت قاعده في البحر هي ولادها، وإن شاء الله بنتمنى ترجع الحياة زي قبل كويس ومليح. خان يونس ليست وحدها التي أخفى الاحتلال معالمها، فجباليا ودير البلح وبيت لاهيا وغيرها من مدن غزة أصبحت أثراً بعد عين. مدن وشوارع ومنازل تحولت إلى ركام وأنقاض تشهد على إجرام صهيوني مارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين لنحو 8 أشهر.
كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها لن تستمر في إجراء المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع والحصار على قطاع غزة. حماس أوضحت في بيان لها أنها أبلغت الوسطاء باستعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني في غزة. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود بعبوة قفاز مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع. كما أكدت القسام في بيان لها أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 جنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد أصابتهم بشكل مباشر بجوار بلدية شوكة بمدينة رفح جنوب القطاع. بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد لما قالت إنها لتصدي وسائط الدفاع للطيران المروحي ودك تحشدات جيش الاحتلال بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس في محور التقدم شمال غزة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تدك كتائب الشهيد عز الدين القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو الصهيوني شمال شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رب الشهداء. بدورها نشرت سرايا القدس مشاهد لما قالت إنها لحمام هاون استهدفت بها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محور التقدم جنوب رفح. الله أكبر. الله أكبر. يا بدر الله الجل. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي محذرا من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تغيب للأبد. وقال الرئيس الصيني في كلمة له في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي ببكين
أنه لا ينبغي أن تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى، مؤكدا في السياق دعم بلاده الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعمها حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. إن الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية، ولكن الحرب لا تزال مشتعلة فيها. فمنذ أكتوبر الماضي تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير، مما أدى إلى تزايد معاناة الناس هناك. لا ينبغي أن تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا ينبغي أن تغيب العدالة إلى الأبد، ولا ينبغي التنازل عن الالتزام بحل الدولتين حسب الأهواء. تدعم الصين بقوة إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات سيادة كاملة على حدود عام 67-900 وألف، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها. وتدعم الصين عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وتؤيد عقد مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعاً وفعالية. أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب الخميس موافقة بلاده على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي رابع دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة خلال أيام بعد كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا. وفي مؤتمر صحفي في ليوبليانا عقب اجتماع الحكومة، قال غولوب إن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتم إحالته إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب. اليوم اتخذت الحكومة قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة ضمن الحدود التي رسمها قرار الأمم المتحدة. نحن نتحدث عن حدود عام 1967. إن رسالة الاعتراف هذه ليست موجهة إلى أحد، إنها رسالة السلام. ونعتقد أن اللحظة قد حانت اليوم، حيث يتعين علينا جميعا في العالم كله أن نعمل في اتجاه واحد فقط، الاتجاه الذي يحقق السلام الدائم في الشرق الأوسط. شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على ضرورة أن تضع الشراكة العربية الصينية نصرة القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها القصوى في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الموقف المشترك تجاه القضية يجب أن يؤكد على المسؤولية الثابتة للمجموعة الدولية، خاصة مجلس الأمن. وقال عطاف في كلمة له خلال أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أنه حري بمجلس الأمن الذي عجز في منع التدمير والتهجير والتنكيل في غزة أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأن ينهي إفلات الاحتلال من المساءلة. إننا نرى ضرورة أن تضع الشراكة العربية الصينية نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة نصرة القضية الفلسطينية في وجه ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي. إن موقفنا المشترك تجاه هذه القضية العادلة يجب أن يؤكد اليوم على المسؤولية الثابتة التي تقع على المجموعة الدولية وعلى مجلس الأمن تحديدا. فإن كان هذا المجلس قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل، فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمتنا الأممية، وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.
وزير الخارجية الجزائري أشاد في السياق بدعم الصين لمبادرة الجزائر بمجلس الأمن الدولي نصرة للفلسطينيين، مثنيا على الموقف الصيني من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ومن القضية الفلسطينية برمتها. لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالموقف الصيني المشرف من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ومن القضية الفلسطينية برمتها، وأن أشيد بدعم هذا البلد الصديق من مقعده الدائم بمجلس الأمن لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بصفتها العضو العربي في ذات المجلس نصرة لأشقائنا الفلسطينيين، بما في ذلك مشروع القرار الذي تقدم به وفد بلادي منذ يومين فقط فيما يخص الأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية. في السياق، أشاد المنتدى العربي الصيني في اجتماعه الوزاري العاشر المنعقد الخميس بالعاصمة الصينية بكين بدور الجزائر وبالجهود التي ما فتئت تبذلها منذ انضمامها إلى مجلس الأمن الدولي مطلع 2024 نصرة للقضية الفلسطينية. وفي بيانه الختامي خص المنتدى بالإشادة والدعم مبادرات الجزائر الرامية على وجه الخصوص إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وكذا تلك الموجهة صوب تمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. كما أثنى المنتدى العربي الصيني في بيانه الختامي على مجهودات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورعايته لهذه المبادرات، مذكرا بحرصه على وحدة الصف الفلسطيني وبمساعيه المبذولة في هذا الإطار. تزداد انشقاقات الداخل الصهيوني عمقا جراء استمرار الإبادة الجماعية في غزة، لتعلو مجددا خلافات قادة الاحتلال بشأن سياسة العدوان في القطاع وما سموه بخطط اليوم الموالي للحرب. أمام ارتفاع الضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تحرر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، يأتي ذلك في سياق اشتداد العزلة الدولية للكيان وحليفه الأمريكي. ارتدادات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بلغت عمق الكيان حتى أردته متصدعا مفككا، واقع يدركه الداخل قبل الخارج في مشهد التناحر السياسي بين قادة الاحتلال، وفيه تجليات انهيار الائتلاف الحكومي للكيان. الوزير في حكومة الحرب الصهيونية بيني غانتس اقترح على ما يسمى أمانة مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في هجمات 7 أكتوبر وما بعده، وفقاً لما جاءت به صحف عبرية. قبلها هدد غانتس بالانسحاب من حكومة نتنياهو بحلول 8 جويلية المقبل ما لم تعتمد خططا جديدة تدير العدوان على غزة وما بعده، وكلهم يسميه اليوم الموالي للحرب دون أن يتفقوا على صيغة له. السيطرة العسكرية على القطاع بعد العدوان أم لا؟ عمقت الفرقة بين قادة الاحتلال لكلفتها الدموية واستنزافها العسكري، وقد خسر الكيان الكثير على مختلف جبهات القتال دون تحقيق أهداف تذكر سوى جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين يحاول الكيان تصديرها لأهالي الأسرى على أساس الاقتراب من تحريرهم. مناورات سياسية أدركها الشارع الصهيوني مبكراً حين اتهم نتنياهو بإجهاض فرص التفاوض مع الجانب الفلسطيني طمعاً في إطالة عمره السياسي على حساب أرواح الأسرى. العشرات منهم قتلوا بنيران جيش تحرك لإنقاذهم. خسارات الاحتلال الإسرائيلي امتدت لخارجه، حيث انفض من حوله الداعمون والمساندون الغربيون. فريق منهم اختار الاعتراف بدولة فلسطين، وفريق آخر على طريق الاعتراف، وكلهم باتوا يعارضون السلوك الوحشي للكيان في غزة، خاصة بعد استهدافه الأخير للنازحين في رفح، وتعمقت إزاءها عزلته الدولية رفقة حليفه الأمريكي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده بعد إصابتهما جراء عملية دهس قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن العملية جرت على حاجز عورتا قرب المدينة لتشن قوات الاحتلال إثر ذلك عمليات اقتحام واسعة شملت مدن نابلس ورام الله والبيرة وطول كرم، بالإضافة إلى الخليل وطوباس وقلقيلية تخللتها مواجهات واشتباكات مع مقاومين.
فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني قرب حاجز عرتا جنوب شرق نابلس هي رد طبيعي على عدو مجرم يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية. وأكدت حماس في بيان لها أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالاحتلال في كل مكان لتحرير الأرض والمقدسات واسترداد الحقوق رغم أنف الاحتلال وفق تعبيرها، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل لمزيد من العمل المقاوم بكل أشكاله. حل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس بولاية خنشلة شرق الجزائر في زيارة عمل وتفقد. وكان في الاستقبال الرسمي للرئيس تبون بولاية خنشلة ضباط سامون للجيش الجزائري بالناحية العسكرية الخامسة إلى جانب السلطات المحلية للولاية.
كنت ولاية نجدة كنت رحب بك، شرفنا بالزيارة. الرئيس هناك شيخ أبو نايف شرفنا. الرئيس نايف البرلمان معنا دي حنا. نايف البرلمان صحيح. مرحبا بك سيد الرئيس بك الرئيس مرحبا بك. مرحبا بك. هذا وأشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية خنشلة على تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضة بولاية أم البواقي. ووفقا للشروح المقدمة للرئيس تبون، فإن خط السكة الحديدية هذا الممتد على طول 51 كيلومترا أنجزته مؤسسات جزائرية لها صيتها في إنجاز هذه المشاريع. وفي تصريح له بالمناسبة أكد الرئيس تبون أن الدولة الجزائرية التزمت بإنجاز سكة حديدية تربط ولاية خنشلة بباقي شبكات السكة الحديدية الوطنية، فوفت بفضل جهود العمال والإطارات الجزائرية. التزمنا فأوفينا. لما أقول التزمنا مش رئيس وحده، الدولة الجزائرية بكل مكوناتها. البعض كان يعتبر أن الالتزام ببناء سكة حديدية تربط خنشلة بباقي الشبكة الوطنية مجرد وعود انتخابية ووعود شعبوية، ولكن اليوم الواقع جسدوه العمال والإطارات تاع لانسريف، هم مشكورين جدا، وكل من شارك من قريب ومن بعيد. أولا على ربح الوقت، لأن هذه هي الجزائر المنتصرة، المشروع أنجز وربحنا فيه تقريبا 6 شهور في الإنجاز. كما شدد الرئيس تبون بأن مشروع السكة الحديدية الجديد مكن من فك العزلة عن ولاية خنشلة، مشيرا إلى مشاريع جديدة أخرى ستساهم في تنمية الولاية. هذا انتصار كبير بالنسبة لخنشلة. خنشلة حقيقة اللي نعرفها وجيتها مرارا معزولة تماما. اليوم الحمد لله أول شيء العزلة زالت نهائيا على خنشلة إن شاء الله، في انتظار مشاريع أخرى بالأخص في البنية التحتية نتاع الطرق. ننتهي من المشاكل تاع العزلة لما ازدواجية الطريق توصل إلى طريق باتنا قسنطينة، ثم تصبح سيولة عادية بالنسبة للتجارة بالنسبة للساكنة بصفة عامة. كذلك هذا يعطينا أمل، ومش لي أنا يا فقط، يعطي أمل لسكان غردايا والمنيعة وتميمون وأضرار وتمراست أن الدور نتاعهم آت لا محالة في محطات مثل هذه إن شاء الله عن قريب. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد على ضرورة العمل من أجل تعزيز شبكة السكة الحديدية الجزائرية لتمتد إلى أقصى الجنوب الجزائري بحلول سنة 2027. 2027 ماكسيموم نكون وصلنا لطمراست وأضرار. سي سي بوسيبل. إن شاء الله. ليزيتيود سون ديجا. سي ليزيتيود سون ترميني بور طمراست، أون بو كومونسي لي زوفراج دار من دروك. ديجا جوسكا المنيعة سي ديجا سي ديجا. لا المنيعة سي ديجا. عين صالح سي ديجا. ديك فو ديباسي المنيعة
مني عطي ميمون سي سي دو غاتو يا ريان سي ديريكت يا با دو بستاكل يا با دو من تيميمون اضرار ربما يفو فودرا مي سي فو باسي بارا او غروت سي اوسي يا اوكان اوبستاكل يا اوكان اوفراج دار افير المشكل راه من سبرتان الراست هذيك هي سي دابور وزات اوبليجي تباسي اون زون مونتانيوز avec des viaducs, avec des trucs. Pour ça qu'il faut commencer maintenant les ouvrages là, inchallah. كما أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تدشين مشروع ازدواجية الطريق رقم 88 الذي يربط ولاية خنشلة بحدود ولاية باتنا على مسافة 14 كيلومترا، مؤكدا بالمناسبة أهمية هذا المشروع في إضفاء ديناميكية على النشاط الاقتصادي بالمنطقة. وقد انطلقت أشغال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية سنة 2021 بغلاف مالي قدر بملياري دينار جزائري من قبل ثلاث مؤسسات جزائرية رفعت التحدي وتغلبت على مختلف الصعوبات التي واجهت عملية الإنجاز. كما أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس إشارة انطلاق إنجاز برنامج من 4000 سكن بمختلف الصيغ في ولاية خنشلة شرق البلاد خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى الولاية. وأشرف الرئيس تبون على مستوى القطب الحضري بمدينة خنشلة على وضع حجر الأساس لإنجاز 600 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري، وتمثل هذه الحصة جزءا من إجمالي 4000 وحدة سكنية استفادت منها الولاية بمختلف الصيغ حسب الشروح المقدمة للرئيس تبون. كما استمع إلى عرض حول قطاعات السكن والفلاحة والري والغابات في الولاية. وكشف الرئيس تبون بالمناسبة عن إمكانية مراجعة الدعم المالي للسكنات الريفية خاصة في المناطق الجبلية. منطقة أغلبها ريفية وجبلية، إذن ممكن نراجع بالنسبة لمنطقة القبائل، بالنسبة للأوراس، بالنسبة للونشاريس، مناطق الجبلية للحفر نتاع الأساس تاع السكنات هذه تطلب دراهم كبار، نزيدوهم عوض 70 مليون، نطلعوها 100 مليون، نزيدهم كذلك برنامج تاع سكن ريفي يكون مخصص لأماكن معينة يحددها الولي مع رؤساء البلديات مع المجلس الشعبي الولائي. لازم تكون في منطقة ريفية وين باش نقوم بالتسجير والسد الأخضر، وهذه تكون فيه سكنات. بالنسبة للعدل نظن عندهم برامج فيه طلبات، الشيء اللي أنا نديره فيه بالنسبة لخنشلة واجب وطني أولا، وفاء لشهدائنا الأبرار، استدراك المناطق هذه اللي ناقصة تنمية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد أيضا على ضرورة تعزيز القدرات المائية لولاية خنشلة وفق استراتيجيات دقيقة ومحددة. بل الري السد نتاع واد الأزرق يعني ستينغروند روتوني، لا كانش فيه إمكانية سدود أخرى ولا حواجز مائية دي روتوني كولينار كالكو بار. بالنسبة للمنطقة هذه يا كارت بلانش، لأن فيه رخص كبيرة تعطات لحفر الأبار، من المفروض ندير لي روتوني باش نحافظ على ناب فرياتيك،
باش الآبار هذو ما ينشفوش. الرئيس تبون شدد أيضا على ضرورة استغلال الثراء الغابي للمنطقة من أجل تقوية حزام السد الأخضر، وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص شغل حقيقية. السد الأخضر أنا نتمنى باش المنطقة هذه ياخذ مستواه الحقيقي. منطقة فيها تنوع غابي، ما نقزمش مصالح الغابات، ولكن وحدها ما تقدرش. هذه فرصة نخضر المنطقة بالغابات وكذا، ونخلق مناصب شغل، لأن منطقة محرومة من مناصب شغل. عشت شوية في الحرمان، ولاية مجاهدة بيتم المعنى، يعني لازم نكملوا الشيء اللي ناقص نبرمجوه. هذا وخص الرئيس عبد المجيد تبون الخميس باستقبال شعبي وترحيب حار من قبل أعيان ومواطني خنشلة خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى الولاية، وقد شهدت الشوارع الرئيسية توافدا لجموع غفيرة من المواطنين رافعين لافتات وشعارات ترحب بالرئيس الجزائري وتشيد بالأهمية التي يوليها لولاية خنشلة من خلال المشاريع الحيوية التي حظيت بها في إطار البرنامج التكميلي للتنمية. ياسم كايتي حد شهداء باسمك انت الخاص وباسم الجزائر عامه. بيبارك فيك سيدي. ما الله راعي ياسم، كما تخافش عليه ان شاء الله سيدي الرئيس. شكرا. شركه رياضيه ان شاء الله سيدي الرئيس. بطل العرب سيدي الرئيس، بطل الجزائر وبطل العرب.
هذا والتقى الرئيس عبد المجيد تبون بعد ظهر الخميس بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة، وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية. واستمع الرئيس تبون خلال اللقاء الذي جرى بمقر الولاية إلى انشغالات أعيان وممثلي المجتمع المدني بخنشلة ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية. وقد أكد الرئيس الجزائري في افتتاح اللقاء أن ولاية خنشلة لم تنل قسطها من برامج التنمية في وقت سابق. وخلال اللقاء كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن فتح تسجيلات الاكتتاب في برنامج عدل 3 بداية من 5 جويلية القادم، انطلاقا من خنشلة ابتداء من 5 جويلية إن شاء الله يبدأ التسجيل، يفتح منصة التسجيل تعدل 3. الرئيس تبون أعلن عن تخصيص 2000 سكن ريفي إضافي لفائدة ولاية خنشلة، يضاف إلى ما تم الإعلان عنه ضمن المشاريع السكنية المبرمجة لها. انطلاقا من هذا اليوم من خنشلة نزيدكم 2000 سكن ريفي، بالإضافة إلى 4000 سكن اللي هم سجلة إضافية، تصبح 6000 متبقاش 4000. كما كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن خطة لخلق منطقة صناعية كبرى بولاية خنشلة يتم استحداثها في أقرب وقت. الشيء اللي نوعدكم به وتنجموا تعتبروه كقرار، أن فورا بعد رجوعنا للعاصمة لازم تكون فيه دراسة مدققة من طرف السيد وزير الصناعة للولاية باش نخلق منطقة صناعية كبيرة في خنشلة. تنشأ في أقرب وقت، مش بعيدة عن السكة الحديدية. الرئيس الجزائري أكد تخصيص برنامج تكميلي إضافي لولاية خنشلة يكمل البرنامج السابق ويشارك فيه إطارات وأبناء الولاية. برنامج تكميلي آخر ليضاف عن البرنامج الأول
وسيكون من اختصاص تقنيين والسياسيين المحليين. إذن المنتخبين تاعكم مع الوزارات المعنية بالمياه والتعليم العالي والداخلية والسكن يعودوا يجوا عندكم ودرسوا المشاريع. في سياق آخر، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الشراكة العربية الصينية وفقت في بناء نموذج تعاون وشراكة يحتذى به في بناء علاقات متوازنة في عالم اختلت فيه الموازين وتراكمت مظاهر الاستقطاب. وأضاف عطاف في كلمة له خلال أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أن الجانبين وفقا في ترسيخ التوافق السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية وتحسين التموقع الجماعي الدولي كشركاء ملتزمين بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة. إن تقييمنا الإيجابي لما تم تحقيقه طيلة هذين العقدين من عمر الشراكة العربية الصينية يملي علينا أن نلاحظ بكل صدق وقناعة أننا وفقنا أولاً في ترسيخ توافقنا السياسي وفي توطيد شراكتنا الاقتصادية وفي تعزيز تقاربنا الثقافي والإنساني، وأننا وفقنا ثانياً في تحسين تموقعنا الجماعي على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين تمام الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل المكرسة في ميثاق الإنسانية ميثاق الأمم المتحدة، وأننا وفقنا ثالثا وأخيرا في بناء نموذج للتعاون والشراكة، نموذج يمكن أن يحتذى به لتشجيع بناء علاقات متوازنة في عالم صار يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتراكما في مظاهر الاستقطاب والتجاذب والتصادم بانعكاساتها وتداعياتها الثقيلة على الجميع. وزير الخارجية الجزائري أبدى تطلع الجزائر لتعزيز أكبر للاستثمارات البينية مثمنا خطط العمل المستقبلية التي تقدم بها الرئيس الصيني في خطابه لدى افتتاح المنتدى. أننا نرحب بالنمو المضطرد الذي يسجله حجم المبادلات التجارية البينية، ونشيد بانضمام جميع الدول العربية لمبادرة الحزام والطريق الطموحة التي أطلقتها الصين سنة 2013. وفي ذات السياق نتطلع إلى تحقيق المزيد على درب تعزيز الاستثمارات البينية بغية السمو بالشراكة العربية الصينية إلى آفاق أرحب وإضفاء طابع الاستدامة عليها من خلال نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا إلى اقتصاديات البلدان العربية. ومن هذا المنظور فإننا نرحب ونثمن خطة العمل المستقبلية الثرية والطموحة التي تقدم بها هذه الصبيحة سيادة رئيس جمهورية الصين الشعبية. الوزير عطاف أكد تمسك الجزائر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين التي تشهد زخما متزايدا ونموا مضطردا في سياق تجسيد النتائج الهامة التي أفضت إليها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الصين منتصف العام الماضي. أود التأكيد على تمسك الجزائر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بجمهورية الصين الشعبية الصديقة منذ سنة 2014، وهي الشراكة التي يشهد حاضرها زخما متزايدا ونموا مضطردا في سياق تجسيد النتائج الهامة التي أفضت إليها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الصين منتصف العام الماضي. إن روافد
الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية تتمثل في الثقة والتفاهم والتعاون والتضامن، وعلى هذه الأسس الثابتة والصلبة فإن بلدينا قد وفقا في تعبيد الطريق القويم لتعاون بينهما سمته النفع المتبادل. في موضوع آخر، أكد عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو سيدي محمد عمار أن الحل الوحيد لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية هو تقرير المصير. جاء هذا التأكيد في رده على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل مقبول لطرفي النزاع في الصحراء الغربية خلال مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني الثورة الجديدة، مضيفا أن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى حل مقبول للطرفين أصبح شعارا تردده جهات مختلفة. الصحراء الغربية بوصفها قضية تصفية استعمار هي أساسا مسألة تتعلق بتحديد الشعب الصحراوي لوضعه السياسي من خلال عملية ديمقراطية يتم فيها التعبير عن إرادته بطريقة حرة وحقيقية. من الواضح أن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى حل مقبول للطرفين أصبحت شعارا تردده جهات مختلفة، كما لو أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لم تكن هي الحل المقبول للطرفين بامتياز. إلى ذلك، قال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار إن المينورسو لا تزال كشاهد أعمى على حد تعبيره إزاء الممارسات الاستعمارية للاحتلال المغربي. المينورسو لا تزال كشاهد أعمى وأبكم وأصم إزاء الممارسات الاستعمارية والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في المناطق المحتلة، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها دولة الاحتلال والتي تقوض الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها كعملية سلام تابعة للأمم المتحدة. اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير أن المغرب يتصدر الدول التي تضيق على مناهضي التطبيع والصحفيين والمدونين وكتاب الرأي، وطالب حقوقيون مغاربة حكومة بلادهم بوقف الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي، مؤكدين أن استمرار هذه الاعتقالات لا يتماشى مع ترأس المملكة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. تضييق، قمع وحصار، كلها تجاوزات تنتهجها المملكة المغربية ضد كل من تسول له نفسه التنديد بسياسات المخزن المغربي. انتهاكات واعتقالات لا تنم أبدا ولا تتماشى مع ترأس المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقول حقوقيون مغاربة ويؤكدون أن بلدا لا يفقه حقوق الإنسان لا يمكنه إعطاء الدروس للعالم في مجال احترام الحريات. أننا سنواصل النضال من أجل مغرب دون اعتقال سياسي، وخاصة أن اليوم يعني الدولة المغربية تترأس مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعطي الدروس لدول العالم في احترام الحريات، وهي تنتهك بشكل سافر وبشكل صارخ أبسط الحريات اللي هي حرية الرأي وحرية التعبير، وتتنكر لقرار ديال فريق العمل الأممي اللي هو تابع لهذا المجلس كترأس الدولة المغربية. يعني الدولة المغربية في وضعية يعني غريبة وغير منطقية وغير مقبولة نهائيا. الهيئة الحقوقية رفعت تقريرا وثق ارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي، خاصة منذ إعلان اتفاقية التطبيع، فكل معارض لهذه الاتفاقية يعتبر معارضا للملك، وكل معارض لقراراته مآله السجن، يضيف الحقوقيون. كنا كنقولوا القضاء الظالم، كنا كنقولوا ضحايا حرية خنق حرية التعبير، اليوم ولا اللي كيدوي كيقولوا له بلاتي انت دويتي مثلا على التطبيع، التطبيع أشرف عليه ملك المغرب، ملك المغرب رغم أنه ما بقاش مقدس في الدستور حقه عنده حرمة يجب صيانتها، إذا ضمنيا أنت مسيتي بالحضوة المتميزة ديال الملك. ومن معتقلي حراك الريف والصحفيين إلى معتقلي الحراك الشعبي المناهض للتطبيع،
تتأرجح عدالة المملكة المغربية من داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحقوقيين شددوا على أن ما رصدته هيئة مساندة معتقلي الرأي من اعتقالات وحالات تضييق ليس تفرداً، بل سبق وانتقدتها منظمات دولية داعية إلى طي كل ملفات الاعتقال السياسي والمتابعات على أساس الرأي. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عمليات تطهير المؤسسات متواصلة ومستمرة حتى تحقق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها. وأكد سعيد خلال لقاء جمعه بأفراد من الجالية التونسية بمقر سفارة تونس في بكين إلى أن مبالغ مالية كبيرة تم إهدارها من أجل إحداث مؤسسات وضعت في بعض الأحيان لإرضاء أشخاص ولم تقدم ما هو مطلوب منها. لابد أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة التونسيين بالخارج، والمؤسسات التي تم إنشاؤها أنشئت لخدمة التونسيين بالخارج، ومن لم يقم بدوري على الوجه المطلوب فليس له مكان في مؤسسات الدولة، وهذا ينسحب على الديوان المذكور ولكن ينسحب أيضا على كل المؤسسات الأخرى التي لا تقدم الخدمات ولا تقدم ما يطلبه التونسيون والتونسيات منها. هناك حرب شعواء. عملية التطهير متواصلة ومستمرة وبإرادة ثابتة حتى تكون المؤسسات التي أنشئت لتحقق النتائج والأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها. أموال للأسف ومبالغ كبيرة تم أهدارها من أجل إحداث مؤسسات في الواقع في الظاهر مؤسسات، ولكن وضعت في بعض الأحيان لإرضاء بعض الأشخاص. بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري مع السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي سبل دعم المجتمع الدولي لعملية سياسية بقيادة ليبيا. وذكرت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك أن الجانبين أكدا على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة للمنطقة عموما، كما عبرت خوري عن شكرها للسلطات التونسية على استمرارها في توفير الدعم للبعثة. تتواصل في جنوب أفريقيا الخميس عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت الأربعاء، وعرفت مشاركة بلغت 70% مقابل 66% في انتخابات 2019. وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات بعد فرز أكثر من 30% من الأصوات وصول حزب المؤتمر أو حصول الحزب على 42.3% من الأصوات، فيما حصل التحالف الديمقراطي على 25% وفقا لمفوضية الانتخابات. معنا مباشرة من جوهانسبورغ موفد الجزائر الدولية محمد الأمين الأندلسي. أهلا بك محمد الأمين. طبعا ما نسبة فرز الأصوات وماذا عن آخر النتائج؟ مرحبا عبد الغفور ومرحبا مرة أخرى إلى كل متابعي قناة الجزائر الدولية. السؤال الأبرز، من سيفوز بالانتخابات؟ يبدو أننا سننتظر فترة أطول على الأقل لن نجد الإجابة هذه الليلة، لأن عملية الفرز ما زالت مستمرة وتستمر، الكل على أعصابه، السيسبانس، التنافس مثل ما كان في الحملة الانتخابية ما زال الآن حمى التنافس في النتائج. مناضل الحزب الحاكم المؤتمر الوطني الإفريقي يتخوفون بشدة أن تكون نتائج الاستطلاعات التي رشحتهم أن لا يتحصل الحزب على 50% أن تصدق وتكون حقيقية. في المقابل الأحزاب المعارضة على غرار حزب الائتلاف الديمقراطي يشعرون بعض الارتياح باعتبار أنهم يحققون نتائج جيدة ويستمرون في المطاردة.
إلى ذلك نسبة المشاركة إلى الساعة، وهذه النسبة هي تتحين حتى هي الأخرى، بلغت 58%، هي نتائج أولية ونسبة أولية باعتبار أنها أيضا تخضع إلى التحيين باعتبار أن الفرز مازال مستمر وعملية إدخال الأصوات في المنصات الإلكترونية مستمر. أما عن كل النتائج الكلية كما ستشاهدون خلفي في هذه الشاشة الرقمية المخصصة إلى تتبع كل النتائج المتعلقة بالانتخابات الوطنية والإقليمية، ما تعلق بالنتائج الإقليمية عملية الوطنية يقول عملية الفرز وصلت 38.84 عدد المكاتب التي تم الفرز فيها. النتائج على المقدمة لم تتغير، نجد في المقدمة الحزب والمؤتمر الوطني الإفريقي بنسبة 42.5، يليه حزب التحالف الديمقراطي بنسبة 24.17. المرتبة الثالثة هي التي حدث فيها تغيير، حيث أن حزب أمكا بقيادة زوما الرئيس الأسبق الذي أسس هذا الحزب والذي تم منعه من الترشح قبل أسبوعين من الآن يخترق المقدمة ويزيح حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية ويحصل على نسبة 9.67%، بينما حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية بلغ نسبة 9.31% في المرتبة الرابعة. إذن التنافس يشتد ويشتد بشدة. الإجابة كما قلت عن سؤال من سيفوز في الانتخابات الرئاسية، نعم دعني أعود محمد الأندلسي إلى النقطة التي بدأنا منها آخرين. السسبنس يستمر. طبعا هيئة الانتخابات قالت محمد الأمين عفوا عن المقاطعة بأنه النتائج وحددت يوم الأحد كموعد نهائي، لكن حسب الوتيرة التي تسير بها عملية الفرز ربما يوم السبت مساء ستكون النتائج الشبه الكلية والرسمية، ثم يوم الأحد سيعلن عن النتائج الأولية. عن تباطؤ عملية الفرز حزب الحاكم حزب محمد الأمين المؤتمر الإفريقي كما أشارت الاستطلاعات أنه قد لا يحصل على 50% مما قد يضطره. يبدو أن محمد الأمين لا يسمعنا ولا يصل الصوت إليه. بعض الملاحظون يشيرون إلى حزب رمح الأمة الذي هو برمز أمكا والذي أسسه الرئيس الأسبق زوما والذي كان ينتمي أصلا إلى الحزب الحاكم. تشير التحليلات أنه ربما سيجرى ائتلاف بينهم من أجل أن يعود حزب الحاكم ويستمر في نضاله وإرثه الذي يحمله منذ 3 عقود. إذن ما زلنا نترقب، ما زلنا ننتظر النتائج كيف ستكون الإجابة عن السؤال من سيفوز بالانتخابات في جنوب إفريقيا. يبدو أننا لن نحصل عنها الليلة. أشكرك جزيلا شكر محمد الأمين الأندلسي موفد الجزائر الدولية إلى جوهانسبورغ، شكرا لك على كل التفاصيل التي قدمتها. وشهدت الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا مواكبة واسعة من الإعلام الدولي وإشادة بسيرورة عملية الاقتراع العام والتنافس بين القوائم الانتخابية، كما أعرب سياسيون عن ارتياحهم للإقبال المكثف على صناديق التصويت في مختلف مناطق البلاد. من أجمل التجارب هنا تجربة جنوب إفريقيا، نظرا لأن إلى الآن لن يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات نظرا لعدة عوامل كثيرة. التجربة هنا تجربة فريدة من نوعها نظرا لاختلاف الأعراق واختلاف الأيديولوجيات هنا. لا يوجد أي كنترول على أي حزب هنا، من حق أي أحد ينتخب ما يريد، من حق أي أحد أن يقوم بالدعاية التي تناسبه دون التجريح في الآخر، دون التعدي على الآخر بما يحفظ حقوق الآخرين. I think it's so far going really well. أعتقد أن الأمور تسير جيدا حتى الآن. الجميع يقوم بواجبه فيما يتعلق بالمؤتمر الإفريقي. يقومون بعمل رائع في جعل الانتخابات عادلة وحرة. أعتقد أن العملية تسير بشكل جيد حتى الآن. نحن سعداء جدا لرؤية أن الكثير من الناس خرجوا للتصويت في هذه الانتخابات مقارنة بالسنوات السابقة. الكثير من الناس كانوا يصوتون حتى الساعة 1 صباحا، هذا مشجع جدا. بدأت الخميس في إيران عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية جوان
أو شهر جوال لانتخابات أو الانتخاب أو الانتخاب خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيس الذي قضى في حادث مروحية رفقة سبعة من مرافقيه. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت الخميس وتستمر خمسة أيام، فيما قال مسؤول للتلفزيون الرسمي الإيراني إن 30 شخصا توجهوا إلى مقر وزارة الداخلية في الساعات الأولى من يوم الخميس، مشيرا إلى عدم استيفائهم الشروط الأساسية للترشح. أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية عدم عثورها على دليل على التدخل الإلكتروني أو التخريب في حادثة تحطم المروحية التي أودت بحياة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان. وذكر التقرير الثاني الصادر عن المجلس الأعلى للتحقيق أنه تم فحص معظم المستندات والسجلات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية، ولم يتم العثور على أي عيوب يمكن أن تكون فعالة في الحادث من حيث الإصلاح والصيانة. وأوضح التقرير أنه خلال مدة المهمة وحتى 69 ثانية قبل وقوع الحادث تم الحفاظ على الاتصال وفق الترددات المحددة مع المروحية، مستبعدا حدوث أي انقطاع في نظام الاتصالات أو تداخل في الترددات. دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميا الخميس تمهيدا لإجراء انتخابات في الرابع جويليا المقبل. وتبدأ الحملة الانتخابية لانتخاب 650 نائبا في البرلمان على أن تستمر خمسة أسابيع، فيما أعلن نحو 129 نائبا حتى الآن عدم ترشحهم للانتخابات المبكرة، بينهم 77 محافظا، وهو ما يمثل خروجا غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن الأسبوع الماضي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ويقول مراقبون إنه بعد 14 عاما في المعارضة أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر مقابل تراجع حزب المحافظين. اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو بتحريض كييف على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الدول الأعضاء في الناتو والولايات المتحدة دخلوا في الأيام والأسابيع الأخيرة جولة تصعيد في التوتر، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عواقب وسيلحق ضررا بالغا بمصالح تلك الدول التي اختارت التصعيد بحسب تعبيره. تصريحات الكرملين تأتي في وقت يجتمع وزراء خارجية الناتو في براغ وسط دعوات متزايدة من التكتل العسكري لرفع قيود تمنع كييف من استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا. قال قائد القوة الجوية الأوكرانية الخميس إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 صواريخ و32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل. وذكر المسؤول الأوكراني على تطبيق تيليجرام أن روسيا أطلقت ما مجموعه 51 صاروخا ومسيرة، مضيفا أن القوة الروسية هاجمت منشآت عسكرية وبنية تحتية حيوية في أوكرانيا دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كراسنودار الواقعة جنوبا والقريبة من شبه جزيرة القرم. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.